سلام حبيباتي، نتمنىكم اليوم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم شوربه ديال البوارو، كتجي رائعه جدا جدا جدا. فيها المكونات بصله مشلضه رقيقه، وربعة الحبات ديال البطاطا مقطعه رقيقه، وجوج حبات ديال البوارو مقطعين رقاقين ومغسول مزيان، وكنحتاجوا شويه الملحه وشويه ديال الابزار وخمسه ديال الفرماجات، اي نوع ديال الفرماج، والجبن مبشور للاخر في الاخر كنضيفوه، وخمسين غرام ديال الزبده. على بركه الله كناخذوا طنجره ديال الضغط، كنضيفوا الزبده، كنخليوها تبدا تذوب لينا. ملي كتبدا تذوب لينا كنبدا نضيفوا البصله وكنشحروها مزيان حتى كتقلى لينا البصله مزيان، وكنضيفوا البطاطا والبوارو ونحركوهم حتى هما كذلك مزيان حتى كيتجانس الخليط كامل. ومن بعد كنضيفوا الماء وكنضيفوا الفرماج المثلثات او المربعات اللي واجدين عندنا، وكنخليو كلشي، كنسدو طنجره الضغط وكنخليو كلشي كيطيب لينا. نخليكم مع مشاهده الفيديو. تشجعني أكثر. ها هو الطبق بالصحة والراحة.